نفس الطريقة نروح ناخذ ال زي سفير ترانسفورم اكتف. الحين يبينا شوية لفت دي تيالي أحسن. يعني نحاول نسوي الكلب مثلا أو نخلي الأخضر يصيرون على بعض علشان لا يصير دوبليكيت عندنا. نفس الشيء نسوي الهب، ننزل الليج، نفس الشيء قدام، نروح على موف ننزل شوية نرفع هذا، نضغط شيفت عشان ياخذ استقامة. نضغط ايه نشوف شلون طلع عندنا. نحاول نصلح يعني تقريبا نسوي سكيل نسوي هذا سكيل شوية نضغط ايه تقريبا. نروح على درو مثلا نسوي الأذان نروح على سكيل شوية نسطر هذا الديل نروح موف سكيل موف يعني تقريبا كثر ما نقدر. الحين نحط نروح درو نحط ذيلة نركب كل حق الذيل نحط اثنين نروح موف تقريبا كذي ما ادري شلون نظامهم. نضغط اي تقريبا الشكل هذا نقدر. في شغلة هني عندنا الحين اوكي اذا اعطينا خلينا نرجع هني في شغلة اسمها adaptive skin قلنا make adaptive skin اوكي بعدين اعتقد نعطيه هذه make خلاص سوالنا اياه. الحين اذا رحنا على geometry نعطيه divide راح يزيد ال sub دي divide بعد مرة كذي. ممكن هني ندوس نضغط shift نسوي تنعيم بس قبل نسوي تنعيم نروح نفس الطريقة transform
سيمتريك عشان يسوي من الجنبين. هني طبعا نروح نقدر نقول له بالبروش، نقول له موف، ناخذ الموف مثلا. يعني نقدر نسوي وايد شغلات هني. اللي متمكن من الرسم يعني ممكن يشوف عنده سهولة، يعني ممكن يرسم، بس أنا كلش لا أفقه شيء بالرسم. الحين عندنا هذا، خلنا نصغر. إذا رحنا على جيومتري نصغر، نحط على اللو بولي عشان نودي على الماية. نروح إكسبورت، رحنا على الماية. أنا عندي هذا سويت واحد تيست، نقول له open import. اوكي عندنا الشكل هذا، نضغط 5. نفس الطريقة نسوي له mesh combine mesh merge. طبعا أكيد طريقة غلط هذه، يعني ما عندنا كائن غريب، بس طبعا تقدر تعدل عليه. بس هي الطريقة يعني.